شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. شبو سيدي وتاج راسي؟ بشو شارف؟ آه، ماني شارد. عم فكر بهذا ابن عمي اللي شاغلني وقلقني. أني منو؟ شاهر لما تحسين؟ شاهر؟ يا ريت كل الشباب مثل شاهر. شاهر زلمة بضاي ومعدل وما بيحب المايلة، هذاك الواطي تحسين. ولي على قامته، ما حدا بطيقه بنوب ابن عمي. أنا ما بعرف شو أنت متحمله وشغله عندك بالخان. شو عرفك ما حدا طايقه؟ هذا يا سيدي مبارح زرته لبنت عمك بديعة. لك مو بنت عمي، بنت عم أبي. صار لك 10 سنين بهالحارة ما بتعرفي هي شو بتقربني وهذاك شو بيقربني. يو ابن عمي قرايبينك كتار كتير، شو بدي أحفظ لأحفاظ؟ ايه المسكينة تبكي وتشكي تبكي وتشكي من عمايله لتحسين. الله يسود وشه. لك إذا ما بده يعمل قيمة لجوزها يعمل قيمة إلها كرمال القربة اللي بيناتهم، خاصة إنه كانت مرت أبوه وبمقام أمه. ايه والله ابن عمي. ابن عمي هلأ عمك حمدي ليش طلق لمرته؟ ما جابت له أولاد. بعدي اسمه الله، شون هي اتطلقت منه تجوزت وجابت أولاد وهو تجوز وجاب أولاد؟ ايه والله رب العالمين ما راد انه يجيبوا من بعض. ايوه ابن عمي ابو محمد بيقربكم شي؟ بنوب من برات الحارة، والدي الله يرحمه تعرف عليه بسوء جسماتية، شافوا زلمة آدمي وصاحب دين جابوا لهون وجوزوا بديعة وسكن هو وياها ببيته. بيقولوا عنه انه زلمة آدمي ابن حلال، مزبوط ابن عمي؟ كتير فوق ما تصوري. بصري ايه ليش بيطلع الوقت هلا؟ شو وقت بيطلع الوقت هلا؟ قريب الظهر. لك يخرب بيتك ليش ما فيقتني؟ فيقتك اكثر مره فيقتك، بس انت نايم ما كنت تفيق معي. قلت لحالي بلا ما لح عليك ومنزعلك مرات. المهم هلا في حدا حاسبك من الزبونه؟ ايه ثلاث زباين مع دوامهم، يعني 3 ابو المية 6 ابو البرهوت. هاتوا تفضل. قصري؟ انت قلت لي امبارح انه ابو ادهم بده اياني، ولا شايف هالشيء بمنامي؟ لا مزبوط، امبارح ابو ادهم اجى لهون وما لقاك، قام قال لي اول ما بيجي ابو شرار بيروح لعندي دغري على البيت وما بيتعوق. هو قال لك عني ابو شرار؟ اي هيك قال. ايوه هيك قال. قوم قوم لك اروح على شغلك قوم. تفضل. إيه معناتها أبو أدهم صار يحسب الحساب ويمكن صار يخاف مني، بس يا ترى شو بده مني؟ سيدي بجوز حدا فاسد له عليه شي فسدية، ولك بعدين معه هاد بده يضل راكبنا وعامل لي زعيم علينا؟ لا هذا فوق ما أبوه أكل رزقتي هو وعمي أبو شاهر كمان بده يتزعم علينا؟ والله هالشغلة الله ما قالها. يلا عمي همي همي يلا يلا يطلع عليك يلا شباب الله يعطيكم العافية. سامح على المطبخ. الله يسلمك يا ربي. الله يرضى عليك. والله شغلته بقى ليه تاخرتوا؟ والله ما قدرت اجي امبارح، مات معنا بغل مبغال وما لقينا بغل لنشتريه لحتى اجى العشاء. اي وبعدين؟ وبعدين يا ابي لقينا بغل واشتريناه، وجيت بدي احمل وامشي قام ابو وصفي حلف 100 يمين انه ما نطلع بالليل ونمنع عنده. صحيح يا ابي ويسلم عليك كمان. الله يسلمك ويسلمه ويكتر خيره اللي ما خلاكم تنزلوا بهالليالي. الحمد لله على السلامة معلم الضاهر. الله يسلمك عمي دعاس. الحمد لله على السلامة معلم. الله يسلمك يرضى عليك دعاس، خلي الشباب يشدوا الهمة وينزلوا البضاعة. على راسي يا معلم. يلا شباب همة شباب. وانت يا بي روح على البيت طمن امك، بقى مشغول كتير عليك. وبطريقة خد لها نصرة اللحمة خرج الكبة من عند فخري، وتفهموا اللحمات يكونوا على كيفك، لأنه أمك ما رضيت تساوي كبة لحتى تجي حضرتك. يلا. تأمر يا بي. يعطيكم العافية يا شباب. الله معك يا بي الله معك. ايه يا بي ساولنا هيك اصابع مثل اللي اكلناها عند خالي مقدهم هذيك المره، بتتذكري يامو؟ يا ربي دخيلك، شلون بدي اضيق لها الشهوه لهالبنت؟ يلا بلكي بشوف ابو فايز النجار وباخذ منه حق المشاي. تعرف على المحاشي يا بي. يا اما بدي يلي نصره اللحمه من عند ابو الفخر وبعدين بعطي حقه. العمى لك لا شو الديان، والله بنفضح بالحاره. وقف! وقف!
سودت وشي قدام البيك. لك يا خاي البيك مأمنك على حرمته ومفكرك تقي وآدمي، تاريخ حاطط عينك عليها. خربت بيتنا يا واطي، نلع من وشي، نلع من وشي وعيني ما تشوفك بهالضيعة. روح روح، الله يغضب عليك. لك يا ابي الله وكيلك، الله وكيلك ووكيل السماء والأرض. أنا ما كان بدي، هي اللي كان بدها. روح من وشي، روح الله يغضب عليك دنيا وآخرة. لك يا ابي مشان الله صدقني، يا ابو ليش ما بيصدقني. الله ينتهي منك يا فايزي، الله ينتهي منك، ضيعتي لي حياتي. تعرب على المحاشي يا بي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أبو رضا، تفضل ارتاح. خير؟ شو مجرد؟ ما في شي، ما في شي. أبو محمد شباب، الله بدي شوية يا أبو رضا. معناتها في شي، شو غشيم عنك أنا؟ تعرب على اليقين. أجيب كاستين شاي من عند أبو زهدي ونقعد ونحكي. عود لا تعزف هذا الموضوع. أحلي البطاطا أسود البتنجان، تعرب يا بي أسود البتنجان. تمام يا أبو ياسين. أهلين وضاح، ريت تستني هالآني. عافية عمي أبو الفضل. يا ميت أهلين وسهلين معلم وضاح، منور والله. مرني عمي. ما يمر عليك ظالم، بدك تقطعني شي نصفة اللحمة، هبرة على كيفك خرج الكبة. إلى عيونك أحلى هبرة على راسي. لك صحيح، عجبك هذا تحسين عياش وعامي؟ قال يسمي لي حاله أبو شراب. أي روح يسمي حاله أبو كلاب أبو خنزير، أحسن له. وشو جابوا على بالك؟ لأنه هلا شفته ماري من هو. أسود البيت الجار، عمره ورياني على البندورة. لك وفيقة يا وفيقة، لك شبه هالولد عم يبكي. اسكتي يا مو اسكتي، لساتها نايمة. لك يقطع النوم وساعته ما كانت تسمع خمخمة، لك رح يقدن الظهر لساتها نايمة. اي والله والله الصبية إذا ما تفتلت من صباحية الله بأرض الدار، ليش وعيش تدخلك؟ يعني مثلي يا مو؟ شبكي مرت عمي، شبكي من الصبح؟ من الصبح تقبريني؟ رح يقدن الظهر يا روحي ولساتك نايمة، وابنك ما سكت من البكي. شو اعمل له يعني؟ ما عم يسكت معي، هلا باخده لعند امي بلكي بتدعك لي يا شوي، شكله مملوع من حملة رجدي مبارح. رجدي؟ يلا حطيه بظهر رجدي. حبيبتي، انت من وقت ما رجعتي من عند اهلك وابنك ما سكت. يا مور ويدا، شوفي مين على الباب يا مو. يلا يلا تفضل يا مو. يا مو شو يا مو؟ قدريتوا انه ابي رح يصير شيخ كار؟ عم تحكي عن حقه؟ والله عن حقه، هلا سمعته عم يحكي هو واحد. يعني انا رح صير بنت شيخ الكار؟ مو بس انت، وانا كمان. ايه ندرن علي اذا ابوكم صار شيخ كار لقد بخاروف ووزع لوجه الله للفقراء والمحتاجين. تقبر قلبي يا مو، والله ما نمت طول الليل والشيطان عم يوسوس لي. الحمد لله رجعت لي بالسلامة. شو بنا يا مو، شو صار لي سنة غاية؟ والله هالليلة حسيتها سنة. الحمد لله على سلامتك، تقبرني. ايه خلونا ندور شو بكون. شلونك سميحة خانوم؟ الحمد لله على سلامتك أخي. امسكي يا مو هاي اللحمة مشان الكبة، رجع عبالك تسوي لنا كبة اليوم. كرمال عيونك تقبرني. يلا سميحة حضري الجرن مشان نلحق، ما عاد معنا وقت. ستروا يا مو، الله يرضى عليكم، خلصوا شغلكم فوتوا على الاوضه قوام. لا يكون هالمغضوب واقف فوق. الهي الهي وانت جاهي يصف لي عمره. لا يا مو ماله هون، من امبارح ما في حركه، ما في غير صوت امه. ظهر العقيد ابو ادهم عامل له رسه مرتبه. يا مو هلا خالي ابو ادهم بصير ابن عمه لتحسين؟ ايه يا مو. وهن الاثنين بصيروا اولاد عم ابوكي؟ إيه لكن. لكن يا مو ليش بتكرهوا تحسين تحبوا خالي ابو ادهم؟ من عمايله يا مو، من عمايله.
يامو، عزلوا لكم شوي. يامو هي شكريا ما عم يجيب لي مي للشطف. مو هلا جبت لك سطل مليون؟ بين الجماعة بأرض الديار وأخذين راحتهم على الآخر. لك تحسين؟ ولك إذا بيشوفوك لحتى يذبحوك ويقلعونا من الحارة. سبتي لها البوسة اللي بسمعوكي. لي دخيلك يامو، دخيلك يامو. شوفي يامو عم يتهوى. أنا شفته، أنا شفته. الله لا يوفقك يا ابن الحرام، الله لا يوفقك. إلهي يفضحك. روح الله يبعث لك حمى بسبع أشكال وسبع ألوان. فوتوا يا بنات، فوتوا على الأوضة. لا بقى اطلعوا على أرض الديار إلا وانتوا مسترين. لا بس يجي أبي بدي له خلي ربي له الكلب. لا يامو، برضاي عليك لا تجيبي سيرة لأبوكي. ليش يامو؟ لأنه هذا واحد مشراني يامو. منخاف إذا علق هو وأبوكي شي علقة يقوم يضربه شي ضربة يأذي فيها. وانتو يامو اصحكم تجيبوا سيرة لأبوكم. والله مو ناقصه يعلق هيك علقات. دخيلك يا ربي، دخيلك من وين اجتنا هالبلوة. فوتوا يامو، فوتوا. أنا بعود بحكي مع أم أدهم، بركي بخليها تلمح لزوزة يقلعوا لهالواطي من البيت. فوتوا. إن شاء الله بتموت يا تحسين. هالمرة يمكن شافوني. لا شو يمكن؟ إيه شافوني أكيد. والبنت صاحت ولي لما شافتني. إن شاء الله بتموت يا تحسيني. بعت لك قتلك إن شاء الله. لا ما، والله شايفيني عن حقها. هلأ إذا راحوا حكوا لأبو أدهم بنكون تبادلنا على المصبوط. عم على هالمصيبة سيدي يضربوا هنن وابو ادهم. شو بدي يساوي يعني؟ شو بدي يساوي؟ مين يفكر لي حاله عنتر عبس؟ انا كله على بعضه ما اللي شايفه. مثل ما وصيتكن يا بنات اصحكن جيبوا سيره لابوكن. ها ايوه كتير منيح، معناتها بديعه خانه مع جبل نغم. لك صارت وصارت، اعمل لك نظره على بيت ابو ادهم. يا والله شوفت ام ادهم بتنعنش القلب، خاصه اذا كانت بارض الديار عم تنشر الغصب. يا ابو تحسين نبري فوتي لجوا. يسعد لي هالمسا فريدي خانو. لك شو جابك لهون؟ بخاف اللي يجي جوزي. قلتي لي جوزي؟ جوزك تركته عم بيلعب بالقمار للصبح ما بيجي. وبلكي فاق الصبي واجا لهون. لك يسلم لي الصبي وامه للصبي. مشان الله، مشان الله روحوا ولا تفضحني. وين بدي روح؟ من يوم ما تجوزتي وتركتي المرأة ما في حد غيرك عبا عيني، لا ببيروت ولا باسطنبول ولا بالدنيا كلها. يلا لنروح شوف العقيد شو بده، بعدين بتناوله على حرمته. أنا تحسين. يبعت لك حمى الليل. أبو أدهم مانو هون. لك يسلم لي هالصوت. ما بتعرفي لوين راح؟ لا والله ما بعرف، يمكن راح لعند المختار. لك أعطيها المصريات على قليلة بتشوف طرف إيدها. افتحي مرت ابن عمي، افتحي وخدي هالمصريات وعطيهم لابن عمي. أنا ما دخلني، عطيهم أنت. لا
سميحة، اتركي هالسلطة وقومي شعلي لي المنهج. ذكية لسميحة، يو شو بدها تلحق لتلحق؟ هي ذكية بتشعله. لا ذكية خليها مرتاحة. لا يو، والله قايمة بشغل البيت كله من بابه لمحرابه، ما بتخليني مد ايدي على شغلي. لك اسكتي، حتى اخوكي ابو صفوان ما عاد عجبه شغلي، ما بيحب الاكل غير من طبخها، وما بيعجبه الا ترتيبها وشغلها. قبل كم يوم كانت عنا خيريه خانو وشافتها كيف هيك عم تتفتل بارض دياري مثل الرهوان، قام صارت تلمح لي انه بدها تخطبها لابنها. مرتخي اشتريها، الجماعه مناح. ايه لا، حوينتها تطلع برات العيله، ما بدي اعطيها لغريب. بعدين هي روح قلب القرايبين، وخصوصي خصوصي انتو، بتموت على ما تجي لعندك. تقبرني، وانا كمان بحبها. تحبك العافيه. ذكيه قومي شعلي المنقل يا مو. ايه يا مو. لك انا بشعله يا جماعه، انا بشعله. لا انت ارتاحي، ذكيه بتشعله. ايه يا مو شو بدك؟ جيبي الفحمات وشعلي المنقل، يلا فرجي شغلك لعمتك. ايه بشعله، ليه لحتى ما شعله؟ شو يعني عمتي مفكرتيني ما بعرف شعله؟ لا عمتي بتعرفي، بس انا ما بدي اعذبك. تقبريني عذبيها قد ما بدك، عذبيها اولتها واخرتها الكم. شعليه عمتي شعليه. ليه زبادك احمر؟ ايه والله يا شباب اكل حقنا. أبي كان زلمة مسكين وطيب، قاموا عمامي تقوا عليه وما خلوا له شيء. لا وفوقها كان يكرهوا لأبي لأنه الميمة مالها شامين. الله يخلي لك الميمة، وهالدنيا مالها أمان، والقوي بيأكل الضيف، ما هيك أبو حجار؟ إيه والله يا أبو قلوش، إيه والله إيه والله. عبي ياسين، علينا فجين يا ساتر يا رب. علينا صباح خير ان شاء الله. نهارك على بيت الصلاة على النبي سيدي. لا لك لا تاخذ علي. قلت لي سيدي وطنشت تسعك صراحة خلصت فيا. اهلين اهلين ابن نجيب، خير يا طيب؟ الله يجعلك بخير. الهي شو سيد ياسين، وين الصرماياتي صاحبك شايفه مسكر؟ قصدك بجلدي؟ ايه مو هو الراعي الجامع، شو بدك منه انت؟ يا سيدي بدي توقع لي على شيء صرماي والله ليك يكون شغل حشمه سيد ياسين. وليش بدك يا عم الله نبارك؟ ارخص سيد ياسين ارخص، الله يخليك. يا نجيب مني سيد ياسين. تعال تعال. اهلين سيد هاشم. يا اهلين سهلين، شلونك؟ الله يخلينا سيد هاشم. اسمع يا ابن نجيب. اللي سيد ياسين، في عندي صرمايه جدي من اسطنبول، بس طلعت ضيقه على اجري، شو رايك تقيسها على اجرك؟ وان طلعت مناسبه بعطيك اياها. بلاش ولا بمصاري سيد ياسين؟ لا بلاش. الله يخلينا سيد هاشم، ولك الله يخلينا سيد هاشم لا يحرمنا منه. الشرف سيدي، شرف ناخذ صرمايه شرف. لبكره ابن نجيب، خليها لبكره. لك ليش سيد ياسين؟ خير البر عاجله، ليش لبكره؟ لا تحط لي بالرز بصل، الله يسترها. مزبوط، بس الصرمايه عندي بالدائره مو بالبيت، ما لبكره. ماشي، فضي حالي بكره سيدي. يلا السلام عليكم. الله يخليك، وعليكم السلام. يا مو والله ما استرجيت واجهه الصبح وصبح عليه. لا يا مو لا، اخوكم بيحبكم وبيخاف عليكم، فالله يرضى عليكي. هلا لما بيجي تستقبليه هيك ببسمه حلوه وبتبوسي ايده، هو اكيد اكيد رح يسامحك ويرضى عليك. شايف سميحة؟ انا بعرف كثير منيح شو تسوي. حطي لها شويه. سموحة ليكي صحي، انتو بدكم تخطبوا له لوضاح؟ ايه لك، ليش لحتى ما نخطب له؟ يقبر قلبي عليه، شوفوا بيه بتجنن. ايه والله وضاح كتير حلو، يا الله شو بحب شوفه. رح تنطفي النار زكية، حركيها. ليكي ليكي سموحة، شبكي يعني انتو امتى رح تحكوا مع ابي؟ ابوكي يا امي. يا امي يا امي، دخيلك يا امي، ولا تطولي ولا تطولي. الله يرضى عليكم ويوفقكم. رضى علي يا اخي وسامحني. الله يرضى عليك يا اختي هادي، الله يرضى عليك. المهم هلا بحده يسامحك. يا وليش لحتى ما يسامحها؟ هو صدق انه شهيره بنت ابو شاهر تصير له مره؟ شو هالحكي يا مو، كل الناس خير وبركه،
إلهي ربي يكملك بعقلك. أبوك لا راح ولا إجا، الله يرحمه ما كان يتكبر على حدا ابنه. الله يرحمه ويحسن إليه. تعيشوا. آمين. إيه أختي، تطلعي هلا على غرفتي تاخدي الشروال والميتان والصدرية بتغسيهم منيح. لا يا مو، لا مبارح فهمية غسلتهم يا مو وحطتهم بالصندوق. شفتهم يا مو؟ شفتهم. فهمية مو منظفتهم منيح، شهيرة تنظفهم أحسن. شهيرة معدلة ونظيفية، بعدين ما زال شهيرة عنا، بدنا نكسب هيك متعدياتها كم أكلة مرتبة. مثل شو تقبرني؟ يعني كوسة محشي، ششبرك، كوسة بلبن، قشاش. حاكم فهمية بتقرف من القشاش. شهيرة يا مو كمان بتقرف من القشاش؟ لا يا مو، شهيرة ما عادت قرفت. أبو حدو قال لي إنه من كم يوم كانت عملت له أكلة قشي شي مرتب. شو صاير لك أمي لحتى عم تشتهي الأكلات الكبيرة؟ لقيت لحالي ما زال شهيرة هون منكسبها، بتعملنا هيك أكلة ظريفة من تحتياتها. ما هيك شهيرة؟ آه إيه أخي، تكرم عينك. الله يسامحك يا أبو حدو، هي سبة بعتت لنا إياها جارتنا أم حسن. يا مو أمي شوف الكبايات ليحترقوا. هاي عين يا مو. يسلموا لي الأنامل على الكبة. صحتين وهنا تقبرني. بس يا مو عم يطلع معي قراص سميكة كأنه مو شغلك. اي يا مو، اجت مرت خالك أم صفوان هي وبنتها وساعدتني. مين زكية؟ اي زكية. يعني ركزت هيك وصارت تعرف تساوي كبة؟ والله بعرف أحوبة. ايه بعدي قال جابتها مرت خالك لعنا لحتى تورجي امك على شغلة وتقانتها، قامت حرقت روبة بالمنقل. عيب يا أولاد، بتضل بنت خالكم. حرقت روبة؟ ايه والله يا ابن عمي، ولو ما لحقناها الله ستر. الحمد لله الله ستر. بس ابصر ساعتها بشو كانت عم تفكر. سميحة يا بي، عيب من هلا ولا تجيبوا معدل حدا. يا مو اغلي لك شوية ورق كينا تشربي ميتهم بركدن بترتاحي. شوي. اخ يا بنتي، والله تقطعت مصاريني من ميت الكينا. اك والله لو إلها فايدة كنت طبت من زمان وما ظل فيني البلا. بس ابي قال ابوكي، اخ من ابوكي، اخ صاير حكيم مو هيك؟ هك ابوك ياما بده يموتني بس مو عارف شلون، مو عارف شلون ياما. طيب ياما ليش ما بجيب لك حكيم؟ حكيم؟ هك انت شو عم تحكي ياما؟ شو عم تحكي؟ ابوكي بده يجيب لي حكيم. الحكيم الله ياما، الحكيم الله. ياما سلقتي البطاطات؟ ايه ياما سلقتهم. لك روحي كلي انت واختك. طيب ياما ما بدك تاكلي انتي؟ انا ياما ما بقدر باكل شيء، دغري بطني بتصير بتوجعني وبستفرغ. اخ ياما يا اخ. صالحة. يا صالحة شوفي مين عم يدق الباب. مين يا صالحة؟ شعبي يا عم نجيب. عم نجيب الله لك أجاب البلا. شلون صرت اليوم؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله الحمد لله. والله تعبانة يا أبي، شو جبت لنا معك؟ جبت لك ورق كينا يا ستي بكفوكي شهر. أخ ذبحتني بورق الكينا تبعك، ما بدي منك شيء، ما بدي. نجيب خديهم كبيهم كبيهم يا مو. شي شو تكبيهم ما تكبيهم؟ ايه صلي مدري قديش عم جمع فيه. الله يسامحك. لا بزمناته جدي الله يرحمه ما كان يطيب الا على ورق الكينا. شو عم تحكي يا حرمي انتي؟ اخ يا بطني. لك يا بني ادم، هذا الزلمه صهرنا وطلب جيرتنا وهو بحمايتنا، واللي بيأذيه بيأذينا. بس يا عقيد ما سويت له شيء. لك شلون ما سويت له شيء؟ قلي شلون؟ بعدين فهمني، ليش بتترك الخان بالليل وبتيجي على البيت وبتسهر انت وشل الزهره؟ لا الحكي مانو صحيح. لا الحكي صحيح، انا سمعتكم. الله لا يوفقك يا تحسين. لك يا منصور، انا مأمنك على الخان، شلون بتتركه بالليل وبتيجي على الحاره؟ ها
هذا ابو جلدي واحد كذاب وانا بدي اصل لسانه اسكت. هذا اسمه ابو محمد. اذا مره ثانيه بتقول عنه ابو جلدي بقصر لسانك بالجبريه. هيا جبريه عياش يا ويلك اذا تعرضت لامراه ثانيه. لك شايفه هذا سيف؟ شوف شفته. هذا سيف عياش جدي وجدك ورحمه عياش تحت التراب. اذا بتتعرض له مره ثانيه لقص رقبتك واحسب الله ما خلاك. هو عقيد روي القصه ما انا مستاهله. مستاهله خلاص عقيد والله ما انا مستاهله. واللي بدك اياه بصير. الله يجيبك يا طولة البال. صايع عقيد مشان غلت امبارح طلعت 10 أبو 115 برغوت وهذا مالك والله بدالك. ليش كم زبون كان عندك بالخان؟ كم زبون؟ والله ما عم تذكر عقيد. ما عم تذكر؟ لك هي أماني واللي بيأمنك لا تخونه حتى لو كنت خوان. لا يا عقيد ما حبيت أمنك بنوب. عم تخونني إلي؟ أنا ما عم خونك بس تاني مرة زبط حساباتك. ما تقلي ما عم تذكر. ايه صحيح عقيد تذكرت. اختي بارح مرق كم شحات شحتهم اللي فيه النصيب وأنا لزمني شوية مصاري أخذته من الغلة. هيك أخذت اللي أخذت. تاني مرة إذا بدك تاخو تعا اللي أنا بعطيك بس من الغلة. الله يرضى عليك لا تمد إيدك. تاني شي شاهر ابن عمك بيمون على الخان مثلي فرشكل واللي صار بيناتكم امبارح ما بدي اياه ينعاد مره ثانيه. ليش لحق يحكي لك شاهر؟ شاهر ما حكى لي. لك انا شلون عرفت عقيد؟ عرفت لحالي وخلاص. صحي عقيد هذا نصري بده ينزع لك سمعه الخان. ها شلون بقى؟ الليل نهار قاعد بين هالزباين وعلى كش وكذب. قلت له يا نصر الكلب بسيطة أنا فرشيك. شو في هالكيس؟ شوية عدس مشان تعملينا بكرة شوربة. الله يسلم هالإيدين. روح ربي يرزقك ويعطيك. لك شو وينهم البنات؟ مو شايفهم؟ لكن جوا بالأوضة ابن عمي. وشو بكون موكرين بهالأوضة؟ لا موكرين ولا شي. شفت الشمس قوية اليوم قلت لهم يضلوا بالأوضة ما يطلعوا على أرض الديار. إجابي إجابي. لك أهلين وسهلين ومرحبتين بهالعين. الله يعافيك. الله يرضى عليكم ويستركم. شو جاهز الغداء؟ لكن ابن عمي. لكن حطونا نتغدى. مو على عيني. هاي اللحمة يا أبي مو هيك؟ مسكت لكم هالضبعة من قرونه ورفعت له فوق راسي. وليش هالضبعة لوا قرون يا ناصري؟ اسمع اسمع على الحكي. على الضبع حبيبي اذا المعزاي المعزاي القرون والضبع ما بدك يكون القرون. هالضبع يا ناصر يا ترى قرون طوال؟ طبعا قرون طوال واطول من قرون الغزال كمان. رجعنا لك اخي خلي كمل. ايه طول بالك عليه طول بالك عليه. كمان زلمه معه حق. اول مره بيشوف حدا بيعرف. في بالدنيا ناس بتعرف وناس ما بتعرف. اللي ما بيعرف يسال اللي بيعرف. المهم الله ابو صياح لا ضيع علينا القصه. شو صار بعدين؟ ايه سيدي وين صرنا؟ صرنا عند ما مسكت الضبع من قرونه. ايوه لما مسكت الضبع من قرونه ورفعت لكم اياه هديك الرفعه ونزلته هديك التنزيله اجا بده يهرب. انت انا شو عملت؟ انا فهمت علي شو بده يساوي. طلعت لكم هالشبريه هيك على غفله وناولته من تحت بطنه وصار يبلعط بلعطه بهالارض. ومنو هذا اللي صار يبلعط بلعطه؟ اهلين ابو شرار. اهلين ابو شرار. معني ابو شرار. اهلين معني ابو شرار. اهلين معني ابو شرار. يلا على شغلك. يلا يلا علينا رجال. شو ابن عمي؟ ما بدك تصلي العصر؟ ابن عمي يبعث لي حمى ان شاء الله. يبعث لي حمى. عم تبكي؟ يا حيف عليك يا ابو محمد. يا حيف عليك. اي والله والله فوتك علينا بصحتك وعافيتك. اي بتسوى الدنيا وما فيها.
بس انا وعدتها يا بديعة، وعدتها ولازم اوفي بوعدي. لك يا ابن الحلال، المهم نحن بصحتنا وعافيتنا، بعدين هي طفلة صغيرة، ان شاء الله كل ما تشهونت على شي بدنا نجيب لها اياه. يا حسرتي عليها، يا حسرتي عليها لشي، شو عم تطلب؟ انا قلت لك لا توعدها، ما بتعرفها كل ما بتنوعد بشي بتضل بتنق لحتى نجيب لها اياه. لك انا لما وعدتها كنت موعود بقرشين الي اياهم دينا على جماعة، قاموا هدول الجماعة خلفوا معي. يا بي انت زعلان مني شي؟ لا يا بي، ليه حتى ازعل منك؟ يا بي اذا مشان اللحمة خلص، انا ما عاد بدي لحمة، انا بعرف انه ما معك مصاري، ولو كان معك مصاري كنت جبت لنا شو ما بدنا. وحياة عيونك، ان شاء الله بهاليومين بجيب لك لحمة وبشوي لك اياها وبطعميك اياها بايدي. خلص امي، خلص روحي لعند اخواتك، ابوكي تعبان وبده يرتاح له شوي. بتوصيني شي يا بي؟ ايه يا بي بوصيكي. ما بدك تعطيني بوساتي؟ تعالي دخيلوا لهالبوسات ما اطيبهم. ابن عمي خير؟ الدنيا فيها موت وحياة، والبني آدم ما بيعرف شو مكتوب له. شبكي بدي عليه عم تحكي هالحكي؟ يعني ابن عمي ما لازم نعرف أصلك وفصلك، منين أنت، مين أهلك؟ البنات ما لازم يعرفوا مين أهلهم. بديعة، صرت 100 مرة قايل لك هالسيرة ما تجيبي لي اياها منوب. سلامة تيسير. لك على راسي ان شاء الله معوضين. المهم انا من جهة دي بريت نفسي قدام رب العالمين، قلت له ليك هلا بعمل لك دواء بكلف نص مجيبي بثلاث ارباع المجيبي. ايه وشو قال له؟ شو قال لي؟ بس سمع بالنص مجيدي طار عقله، قال لي عمي خلينا على ورق الكينة، ما في احسن من ورق الكينة. حكى لي قصة، قال كان في له جد مرض مرضى طويلة عريضة وما طاب الا على ورق الكينة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ابو صلاح، المرض ثلاث ارباع مرضتها جوع وقلة غذاء. يا لطيف، شو هالحكي؟ مثل ما عم قلا، هلا اجيب له التحويجه اللي كتبت له اياها، ويطعميها شويه لحومات، شويه فواكه، عليم الله بظرف شهر، لا تقوم مثل الفرس. العمى ضربه، في بخل بهالشكل ها؟ يعني ما عم يطعمي عياله؟ مثل ما عم قلا. طيب، وبلكي هالزلمه ما معه. ما معه؟ ولك هذا عنده اربع دكاكين بسوق الاروان، كاريون مدري بقديش، وعنده دكانتين هون عندنا بالحاره، شو بده اكثر من هيك؟ وعلى ذمه جماعه حكولي، قال معه أكثر من 100 ذهبة. 100 ذهبة؟ مثل ما عم قلها. معه 100 ذهبة وجاي يشحد من عندي درة ملح، العام ضربه، يحتك حريش هالشغلة. يا مو، المختار أبو وضاح عنده بنت مثل القمر، ولا بنت أبو عبده، ولا بنت هاشم أفندي. تقبرني يا مو، هدول كلياتهم بكرة بينسترو، خلينا نلحق لنا منهم شي وحدة. هي والله يا مو. بس يا مو بس، الله يستر على حرمات الناس. شهيرة. ايه اخي. بس تخلصي من الغسيلات وتنطي على المضافة تعزلي اياها، الله يرضى عليكي. ايه يا مو، ما لنا كم يوم معزلينا انا واختك فهمية. اي والله والله ضلينا نشتغل فيها طول النهار لحتى صارت عم تضوي ضوء. ايه اسمعنا اخواني منيح يا مو. خلص هلا بخلي فهمية تنظفها. لا امي، انا بدي شهيرة تنظفها. شغل شهيرة غير شكل، عطافة نظافة وترتيب. يلا يصلح ولا بحده، يعني واحد عنده هيك وردة وبيزعلها. شفت يامو، شفت؟ صحيح ما قلت لي يامو شو صار بينك وبين صغرك أبو حدو، لأنه كل ما بسألك بتقلي بعدين. شو بده يصير يعني؟ عملت له لازم. يو بس ما تكون ضربته. لا يامو شو ضربته، بس حكيت معه جوز كلام أمر بالضرب. إيه هيك، ها خليه يتربى وخليها عنا كم يوم. لا يا مو شو كم يوم، يا ابو حدو ما عاد بده اياها. انا لما قلت له هالحكي قال لي انا كنت متحملها كرمالك، وما زال انت ما بدك ترجعها اجت منكم قبل ما تيجي مني. يا ابو حدو هيك قال؟ هيك لك بده يحاسبني على النقله كمان؟ لك ما بيكفي اكلوا لي حقي هو وشاهر، كمان بدهم يجوا يحاسبوني؟ بسيطه، بيجي يوم وباخذ حقي على دوز بار. بس اللي قاهرني انه كل هاد من مال ابي ورزه، وقال شو اشتروا من ابي كل رزقته، لك حتى البيت.
بيت أبي وأمي قال اشتروه كمان. الله يسامحك يا أبي إذا كان الحكي مظبوط. الله يسامحه. لا سيدي الله لا يسامحه. أهلين نصر يا فندي، جيت والله جابك. تعال قلك، أنت ما بدك تبطل كذب؟ فضحتنا بين الزبونات. لا تغلط، أنا ما بكذب. أيوة ما بتكذب؟ لا سيدي بتكذب. لك لكان في ضبع القرون يخرب بيتك على هالكشة. شو بيعرفك أنت؟ شو بيعرفك بالضباع؟ أنا اللي بعرف فيهم، هدول بيجوا أشكال وأنواع و... لا، وفوق قاتلي أكثر من ألف ضبع، وشي بقرون وشي بلقرون. لك استحي على شواربك وبطلي هالكذب بقى. أنا ما بكذب. اسمعوا لا، قسما عظما بطلع على هالجبل وبجيب ضبع واحد بس، بحطك أنت وياه بالبايكة ولنشوف وقت مين رح يقتل التاني. لك إن شاء الله بتقبرني هالشبوبية يا حق. الله يديمك فوق راسنا يا مو. الله يرضى عليك. حسب حسابنا بشي كلمتين على القليلة ولا ما منستاهل؟ الله يسلم لي ياكن انتو اتنين. ليش أنا مين إلي بهالدنيا غيركن انتو وأبوكن؟ آخ آخ، ربيتكن يا مو كل شبر بندر. ليش أنا كنت مصدقة إنه يجيني أولاد وكبرهم وجوزهم وأفرح فيهم؟ خمس أولاد يا مو قبلكن، خمسة ما عاش لي منهم ولا واحد. ولما اجا وضاح ابوك ندر يامو اذا الله كبرك وعيشك وجوزك نروح على الحج ونقعد جنب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث شهور. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. وبعد منا جيتي انت ورماح الله يرحمه. شو بنا يامو؟ شايف رحت قلبي لنا اياها هم وغم. الله يخلي لي اياكم ويفرحني فيكم. بس مو حارق قلبي لك يا امي الا اخوكم رماح الله يرحمه. الله يرحمه يا مو، والله يخلينا وضح. اي والله برفع راسي فيه قدام بنات الحاره كلياتها. عن حقلك سميحه؟ الا كان عن كذب. اي الله يفرحني بعرسك يا حق. الله يسلمك ويسترك بستره. مين مين؟ انا يا اخي. انا مين انت يا اخي؟ شو؟ انا ابن نجيب. خير يا اخي؟ شو بدك؟ والله لو سمحتي سيد هاشم افندي ابو خيره موجود يا اختي؟ والله هاشم أفندي ما له موجود. خير عاوزه بشي؟ والله عاوزه بشغلة ضرورية. خير شو نقول له؟ مشان السرماية ست راسي. شو؟ ايه السرماية ست راسي. ترك عندك شي سرماية ست راسي؟ قال لك بس اجا ابو نجيب اعطيها هالشي. لا ابدا ما في هيك شي. شي شو الحكي؟ طيب امتى بيجي ومتأخر؟ يا اخي ابو خيره بشغله وما منعرف امتى بيجي. شي بس شكله ما في نصيب. ابوها ما وافق بده يجوز الكبيره قبل الصغيره. ايه مخير ومينو هذا؟ هذا يا ستي ابو نجيب. كيف بعت له حمش؟ مين هذا ابو نجيب؟ ولك هذا السقيل الكحتي البخيل. عرفتي؟ ايه عرفته. شو بده؟ قال بده صرماية. يو صرماية شو؟ قال بده صرماية من ابو خيره. يخرب بيته شو سقيل وكحتوت. هو عم يقول لي بدي صرماية وانا كنت حتى شيل الضحكة ما عاد اقدر جاوبه. لك انا لو كنت محلك بجيب صرماية عتيقة وبالحشب خلقته. اي عادي عادي عيني، شو ما حكيت لكم ما رح تصدقوا، انتوا اصلا لساتكم صغار. لا لك نصري لا، نحن لساتنا صغار بسيطة. خلص اخي، اذا نحن لساتنا صغار رح نبطل هالرفقة معه من اصلا. لا لا هيك بزعل منك، ما حبيت هي منك، طولوا بالكم يا قبض عيال. عمي اي والله انا القصص اللي سمعانا والشوفات اللي شايفها لا سمعانينا ولا شايفينها بحياتكم، والله ما احكيكم اياها لحتى يرجع على راسكم. شو بدي لكم؟ احكيكم قصة الجني اللي قتلته. شو هاد جني ما جني؟ احكي لنا معلم نصري، احكي لنا على الجني. ايه بحكي لكم بس هلا تاخرت على العقيد جيب له غرض. السلام عليكم. انتوا اثنين عمي؟ ايه عمي انا ايه بنتوا ثلاث ليالي. ايه نعم. ابو المية وبرغوتين. ايه تكرم عينك. شرف. معوضين عمي؟ وشك ولا طول امر نصري بيك؟ صباح الخير معلمي. وين لهلا؟ بكون طلع له شي نمر بوشه. يا معلمي الله وكيلك كنت عم جيب غرض للست الوالدة. ايه بسيطة بسيطة. خود الدبسات والجوزات عجن لي اياهم نقطع من الفرس. ايه بتأمر معلمي؟ صحيح عقيد في شيات مبارح ما قبلت تاكلهم مني. كتير منيح. عمل لي اياهم مع بعض دعابيل دعابيل وهات لي اياهم. ايه على وين محطوطين؟
إلي عم تسألني وين محطوطي؟ لك ما قلت لك مبارح بتخليهم ليجي العقيد؟ شو بنا نصري؟ تذكرت عقيد بس وأنا مبارح جعت أكلتهم. بسيطة بسيطة. رورو جهز لي هذول وتعال. يلا عقيد. لك يخرب بيتها ما بيكفي كذبه، عم بدني نفسه لطعمة الفراس. شوف الزبون روم. أمرك عقيد. مرحبا يا سيد. أهلين محمد. أهلين وسهلين على راسك. شو أبجد شمستك عالية اليوم؟ بدك وحدة تسهل أمره. لا 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 يا طيب، شو رح بمزح معك على كل وين؟ مقبولة يا مقبولة. حسبي الله ونعم الوكيل. شلونك أبو فخري؟ يا ميت أهلين بصراحة، يسعدني الصباح. شو شايف لك أبو رضا من مبارح ما فتح دكانته؟ اي سيدي مالك شايف؟ الشباب مدلل زياده عن اللزوم. هاي اول واحد فتح، لنشوف الثاني قد يفتح. لك عن جد ابو رضا من امبارح ما بين؟ اي سيدي غريب، لك الزلمه وحداني وماله حدا، ليكون صاير معه شيء.